السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيل الشيخ محمد مصطفى أبو بسطام، أهلا ومرحبا شيخنا الكريم. يا مرحبا بشيخنا، أهلا وسهلا سيدنا، الله يحفظك. متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، وصلى الله عز وجل أن يشفي مشايخنا وعلماءنا فضيل الشيخ أبا إسحاق الحويني وفضيل الشيخ شعبان درويش وجميع مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن ينفعنا الله عز وجل بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصال حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ محمد مصطفى من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. شيخنا الكريم، اليوم هو 27 من شهر رجب. رجب يعني أيام قلائل، ويعني نودعه أو يودعنا، ونستقبل إذا كان في العمر بقية شهر شعبان، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا رمضان وأن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، أمين يا رب العالمين. كثير من الناس يعني يحتفلون بالسابع والعشرين من رجب، يظنون أن هذا اليوم هو يوم الإسراء والمعرج، وطبعا الإسراء والمعرج معجزة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل لها تاريخ محدد؟ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في 27 من رجب أو في غيره من الأشهر؟ شيخنا الكريم، نعم. الله يحفظك. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، لا شك أن هذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن الشاهد أنه لا يعلم اليوم أو الليلة التي أسري فيها برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الناحية التاريخية، يعني تاريخية إطلاقا. شهر كام هو؟ ما كانش يوم 27 أصلا إطلاقا، حد يعني بعض العلماء قالوا ذلك، وهذا رأي. لماذا الناس يعني اكترثوا بهذا اليوم ودعوا أو وتركوا ما سواه من التواريخ؟ بعض العلماء قال يوم 15، وبعضهم قال رجب 15 رجب، بعضهم قال في رجب، والبعض الآخر بعض العلماء حتى أصلا أنكر أنه يكون كان في رجب أصلا. يعني المسألة خلافية. خلافية طبعا، لكن الأمر المتفق عليه أنه ليس في اليوم 27. تمام. حتى إن كان شيخنا الكريم، هل هناك فعل أو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وعبادات للنبي صلى الله عليه وسلم في يعني ليلة 27 من رجب، أو في يوم 27 من رجب، أو حتى إذا لم يكن في رجب، يوم الإسراء والمعراج من كل عام كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي هو وأصحابه بهذا اليوم طبعا المبارك؟ نعم شيخنا الكريم. لم يثبت فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أنه تعبد بعبادة معينة أو بعبادة مخصوصة في ذلك اليوم. والأصل في العبادات التوقف كما يقول العلماء، الأصل في العبادة أن الإنسان يتوقف حتى يأتينا دليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعبد بعبادة ما في ذلك اليوم. طيب، أنا فيما أعلم لم يرد أي شيء في ذلك. طيب، يبقى الأصل أنني أمتنع، ما لا آتي بعبادة أو لا أتعبد بعبادة لم يتعبدها النبي ولا أصحابه. الأمر كما قال الشافعي، قال كل عبادة
لم يتعبدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر شيئا. عليه الصلاة والسلام. نواصل بعد هذا الاتصال. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذة، تفضلي. ربنا يبارك لكم يا رب ويجزيكم عنا كل خير يا رب. وإياكم والمسلمين جميعا. ربنا يبارك لك. معلش سؤالين لو سمحت، بس معلش يعني خدني للآخر. ربنا يبارك لك يا رب ويديك الصحة. بص حضرتك، يعني عندي والدتي عايزة حضرتك بس إيه تنصحها بس الله وتكلمها، وهي عندها 70 سنة ماشي حضرتك، بس بعيدة عن ربنا خالص إلى ما لا نهاية، مع إنها بتصلي وبتصلي الفجر ويعني سبحان الله، بس تيجي تكلمها عن وممكن تسمع قناة الندى أو كده. ما ليه طبعا يعني ما بتصلي الفجر بعيدة عن ربنا إزاي بقى؟ يعني مثلا إيه بتستحل حاجة الناس، مثلا تروح عند حد ممكن تاخد حاجة بالاستئذان وتفتش وتعمل الحاجات دي، تقول لها ربنا والرسول بلا كده كده، يعني ناس حضرتك بتكلمها حرام كده ما ينفعش، والاخرى تقول لك ما اداش علمه لحد، هو ربنا ما اداش علمه لحد. اقول لها مثلا يا امي لا ده في يوم القيامه والرسول قال العلامات ومش عارفه، تقول لك لا وانت يا بنت امبارح هتعلميني ومش عارفه. اقول لها حتى لو كانت بنتك ما ينفعش تروح عندها وتاخدي حاجه دون استئذان، ولو حد شايل امانه ما ينفعش. بعيد. طيب كويس، الكلام واضح يا امة الله، انا يعني فهمتك بما فيه الكفايه. في سؤال تاني؟ بالله عليك انا هخليها تسمع حضرتك بالله. طيب. اكلمها نفسي هي تتقرب من ربنا، هي عندها 70 سنه وعالم الامر. يا رب يرزقنا واياها العمل الصالح وحسن الختام، ربنا يبارك لك فيها ويصلحنا ويصلحها. استاذه كريمه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله في نعم والله، الحمد لله. اتفضلي. الله يبارك فيك يا رب، ربنا يديك الصحه يا رب. واياكم والمسلمين، اتفضلي. امين يا رب العالمين. لو سمحت يا دكتور يا استاذ احمد، انا معايا ابني توفى. الله يرحمه. الله يرحمه، وشلت الدين عليه وشلت اضطرابه ومش عارفه اكفر بذنب ازاي، وابني مات بمرض خبيث وكان غالي عليا كتير. الله يرحمه ويجعله من شهداء. الحمد لله يعني من يوم ما توفى بقيت اصلي وقعدت في ربنا كتير، بس الكفاره يعني عشان ابني مأثر عليا ده مش قادره اتحمل غيابه يعني. ربنا يرزقك الصبر يا اخت كريمه ويرحمه برحمته الرحمه الواسعه، امين يا رب العالمين. أمة الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا، ارفع الصوت من فضلك، اتفضلي. ايوه استاذ احمد، ادعي لي بالولد الصالح الله يخليك. ربنا يرزقنا واياكم، امين يا رب العالمين. نعم، في سؤال؟ انا بصلي بخاف يعني يدن الفجر عليا ومصحاش، فبوتر حوالي الساعه 10، فممكن اصحى برضه قبل الفجر فبصلي برضك تاني، هل يجوز؟ يعني بتصلي الوتر مرتين؟ لا مش بصلي مرتين. طيب. بصلي يعني بوتر الساعة 10، بس قبل الفجر لو صحيت بصلي مثنى مثنى يعني. طيب حاضر، ربنا يتقبل. أستاذة فرح، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، تفضلي. لدي سؤال نسألكم. تفضلي. أيوه نعم. كيف احفظ القران؟ شكرا لكم. عندي كم سنه يا فرح؟ 8 سنين. ما شاء الله، فامان الله ربنا يحفظك يا بنيتي. فامان. ام محمد، السلام عليكم. وعليك السلام وبركاته. اهلا مرحبا، اتفضلي. وعليكم السلام. هاتي السؤال يا محمد، الله يرضى عنك. لو سمحت انا عايز اسال عن زوجي. ايوه زوجي لو سمحت، هو زوجي منعني ان انا اكلم اهلي، فانا لو جبت لو حبيت اكلمهم من ورا ده حرام ولا من حلال؟ حتى في الهاتف في التليفون؟ ايوه في التليفون، هو منعش من هم يعرفوا ان انا معايا تليفون. طيب حاضر. أمة الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا يا اختنا، تفضلي. اهلا بحضرتك. بص انا صيدلانيه بشتغل في الحكومه وعندي صيدليه، تمام؟ ففي شركه ادويه عرض علينا عرض ان احنا نسحب منها ادويه، بس بدل ما ادفع انا الفلوس، الشركه هي البنك هو اللي هيدفع عني. البنك اللي هيدفع؟ البنك. هي مكتوب برنامج تمويل الصيدليات بالبضاعه مرابحات، تمام؟
مرابحات، في شركات، في بنوك اسلاميه وبنوك مش اسلاميه بسعر فايده، بحيث ان انا مثلا يعني انا اخد من البنك بيبقى ياخد مني ورق اساسي ان انا ايه الورق دوت ان هو ايه يضمن حقه بضمان الشغل بتاعي، تمام، واسحب منه، انا اسحب من الشركه، اخد بضاعه من الشركه وابيعها عادي، وبعد كده البنك يجي اخر الشهر يحاسب الشركه وانا ادفع للبنك بقيمه يعني كل شهر مثلا 1000 جنيه 2000 جنيه على حسب القسط، بس بياخد نظام. طب البنك هيشتري، البنك هيشتري الدواء من الشركه وبعدين يبيعه لك يعني؟ لا انا اخد اصليه من دلوقتي الصيدليه، باخد كل يوم على حسب احتياجي، على حسب احتياج الصيدليه. فهاخد مثلا النهارده اخد مثلا ب 1000 جنيه، اخد النهارده ب 500، اخد ب 1000، بس انا مش هستلم فلوس من البنك، هو البنك هو اللي هياخد، هيدفع الفلوس للشركه. تمام. مساله اختيار البنك اسلامي او غير اسلامي دي معاكي انت ولا هم اللي بيفرضوا عليكي؟ لا هم مش يعني في العرض براحتي، يعني في طيب. بنوك اسلاميه وفي بنوك مش اسلاميه. طيب بس شيخ، الفكره ان في البنوك الاسلاميه يعني مثلا زي بنك اسلامي سعر الفايده بتاعته اكبر، بس على اساس على السنين فتره السداد بتبقى اقل. طيب. اما البنوك اللي مش اسلاميه فتره السداد كبيره والفايده اقل. اقل، طيب حاضر. واضح الكلام يا دكتور. طبعا هم ضامنين فلوسهم، البنك ضامن فلوسه في الوقت المحدد على اساس ان انا ايه هحول مرتبي مرتب الحكومه عليهم، وهم يخصموا المرتب من خلاص الصوره واضحه بالكامل. حاضر، في امان الله. مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، نسال الله عز وجل القبول والتيسير وان يرزقنا هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اذا الاحتفال بال 27 من رجب او تخصيص يوم بعينه هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وللحافظ ابن حجر رحمه الله عليه كتاب رائع وجميل، وهو كتاب تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب. ده اللي يعني بيقولوا عن الناس يعني ما يعجبهمش العجب ولا الصيام في رجب. اي نعم. فالحافظ ابن حجر رحمه الله عليه اودع في هذا الكتاب كل الاحاديث، وهي جلها احاديث بواطيل، حديث لا تصح، وحديث منكره، وحديث موضوعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت فيما اعلم حديثا في فضل شهر رجب. نعم. جزيت الجنه شيخنا الكريم. الاخت امه الله تريد نصيحه لامها عمرها 70 عاما، اسال الله ان يعطيها الصحه والعافيه وان يبارك في عمرها وان يحفظها وان يهدينا واياها. طبعا هي ذكرت انها تستحل حاجات الناس، ويعني تقول لها ما حد ربنا ما اداش علمه لحد، وانت يا بنت امبارح جايه تعلميني وما شابه ذلك. فلعل الام الان تسمعنا، اسال الله عز وجل ان يشرح صدرها لهذه النصيحه وان يوفقك لها شيخي الكريم. نعم. امين. والله نصيحتي لهذه الام الغاليه، يعني لم يبقى في الكرم الا الحطب كما يقولون، يعني خلاص اللي فات 70 سنه، خلاص انسان ينتظر الموت، تمام. فينبغي الانسان ان يقدم او ان يحسن فيما بقي، كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: احسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. فينبغي الانسان ان يستقبل حياته وان يستقبل عمره بالاحسان وبفعل الطاعات واعمال البر والخير والفضل. هذه الام ذكرت السائلة أنها ما شاء الله تصلي الفجر حاضرا وتفعل بعض أفعال الخير والبر، ولا يعني إيه تؤذي أحدا فيما ذكرت، غير أنها فيها بعض الخلال أو الخصال الغير طيبة، أنها يعني تأخذ بعض مثلا إذا ذهبت لأحد زيارة مثلا بالاستئذان تأخذ بعض الأشياء أو بعض الأغراض دون علم هذا المزور، الإنسان اللي هي بتزوره يعني. طبعا هذه سرقة وهذا لا يجوز وهذا لا يحل. الإنسان يعني يدخل النار علشان شيء تافه زي ده؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن رجلا دخل النار في شملة، حتة زي مخدة كده أو حاجة ممتهنة جدا جدا جدا، دخل النار عشان خاطر، تمام. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة، سبحانه، فتقطع يده. فليه شيء ممتهن زي كده لن ينفعك اصلا اطلاقا وادخل به النار؟ ليه اعذب نفسي بيدي كما قلت على شيء ممتهن؟ والانسان اذا مات
يخرج من دنياه كما ولدته أمه. ولدتك أمك يا ابن آدم باكية، والناس في حولك في سرور، فاعمل غدا ليوم يبكي الناس وأنت فيه مسرور. ينبغي الإنسان إن هو يقدم قربانا بين يدي قدومه على ربه سبحانه وتعالى. فهذه الأم، أنا أظن وهذا ليس قولي، أن الإنسان إذا صلى الصلاة كما ينبغي لن يفعل مثل هذا، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا كان الإنسان يصلي ويفعل مثل هذه الأفعال فينبغي أن يراجع صلاته، لأن هذا ربما يكون هذا خرما في صلاته، لا يقيم الصلاة كما ينبغي، أو ليس لا يقيم الصلاة كما أمر الله عز وجل. فعجبا، يعني زي ما قلت، هذه الأم ما شاء الله يعني تفعل بعض الأفعال الطيبة وأفعال الخصال الحميدة الجميلة، طيب، لكن مع ذلك هي تفعل بعض الخلال والخصال كذلك التي إن استمرت عليها توجبها النار. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياها من النار. وهي بتقول برضو، بتقول لبنتها، وأنت يا بنت امبارح هتعرفيني؟ آه طبعا، سبحان الله. وبتقول لها ربنا ما خلاش علمه عند حد أو حاجة زي كده. آه كلام آه. قالت هذا، نعم، سبحان الله. ومن قال أن الله عز وجل أودع علمه أو سره في شخص ما؟ لا طبعا إطلاق، الله عز وجل سبحان الله يعني نعم. هو العالم سبحانه وتعالى. لكن أنا مقصودي بس في هذه الجزئية أن أقول إن ربما هذه البنت ممكن تكون عندها علم، فبما أوجبها الله عز وجل عليه من العلم تنصح أمها، توجهها إلى أفعال الخير والبر. ليس معنى أنها تنصحها أن هي كده بتتعالى عليها، لا، هي تريد أن تردع عن هذا الفعل الغير حميد اللي هي مسألة السرقة أو كده، الحاجات اللي هي بتعملها الأم دي. لا، المفروض الإنسان يعني إذا جاءته نصيحة أو موعظة ينبغي أن يأخذها أو أن يعمل بها، لا سيما وأنها تنهاه عن فعل غير حميد مثل هذا الفعل التي ذكرته السائل. أسأل الله أن يهدينا وإياها يا رب العالمين. الأخت كريمة وضعت الطين وشالت التراب بعد وفاة ابنها عليه رحمة الله، بعد مرض ذكرته، أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته وأن يجعله من الشهداء. والآن هي تابت وأنابت وتصلي بعد وفاته، فما الكفارة شيخنا الكريم؟ والله الكفارة أن تستغفر ربها كثيرا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث عبد الله بن مسعود: أربع من أمور الجاهلية، منها ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه رأس هذه الأشياء النياحة. هذا الإنسان، هذا الولد، طبعا لا شك الإنسان، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى على ابنه إبراهيم، ولما رآه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو يبكي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول تبكي؟ فقال: هذه رحمة. ولما جاء الأقرع بن حابس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض الصبيان، فقال: يا رسول الله، إن لي عشرة من الولد والله ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فالرحمة ده شيء سبحان الله فطري في الإنسان. الإنسان يحن ويئن كذلك إلى مرض ولده أو إلى وفاته، لكن يعني أسأل الله عز وجل أن هذا الولد يكون فرطا لوالديه على الحوض، وأن يكون هذا الولد يعني يشفع لوالديه. وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا المرض كفارة له، وأسأل الله عز وجل أن يثيبكم وأن يأجركم وأن يرزقكم الصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل. نعم، وأسأل الله أن يغفر لك يا أختنا الفاضلة ما فعلتي. أمة الله تسألكم الدعاء لها بالولد الصالح شيخنا الكريم. أسأل الله عز وجل أن يرزقها ذرية صالحة طيبة تقر بها عينها إن شاء الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يرزقها ذرية حافظة لكتاب الله عز وجل، عاملة بفرائض الله تبارك وتعالى، وأن يكونوا لها زخرا يوم أن توافي ربها سبحانه وتعالى. نعم، اللهم آمين آمين، وجميع المسلمين والمسلمات آمين. الوتر تصليه خوفا من ألا تصلي صلاة الفجر، تستيقظ لصلاة الفجر في العاشرة مساء تقريبا، لكن إن أنعم الله عز وجل عليها بالاستيقاظ قبل الفجر بوقت تصلي ما شاء الله لها أن تصلي. نعم، فما حكم هذا؟ والله هذا فعل حميد. إذ خشي الإنسان إن نام أن تفوته يعني أو أن يفوته الوتر
فخيرا ما فعلت هذه الأخت، يعني اللي هي عملته ده صح وشيء صواب وفعل محمود. وإذا قامت من آخر الليل تصلي كما شاءت، لكن لا توتر مرة ثانية، لكن هذا فعل محمود وتؤجر عليه إن شاء الله عز وجل، وهو شيء حميد إن شاء الله. أسأل الله القبول يا أختنا. آمين. ابنتنا فرح، ربنا يحفظها ويجعلها كده من أهل فرح. الفرح. آمين. آمين يا رب العالمين. كيف تحفظ القرآن الكريم؟ أسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن ينبتها نباتا حسنا، وأن يقر عين والديها بها. آمين. وأن تكون زخرا لوالديها. طبعا أنا أحمد لها هذا السؤال، لأنها يعني ما شاء الله في هذا السن تسأل عن، يعني تريد أن تقبل على ربها سبحانه وتعالى، فهذا شيء محمود. وينبغي للوالدين أن يعتنوا عناية كبيرة بحفظ أولادهم لكتاب الله عز وجل، فإن الولد يلبس أبويه تاج الحلة والكرامة يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عليه الصلاة والسلام. والإمام الشاطبي رحمة الله عليه يعني قال أبياتا في مثل هذا، أو يعني بنحو هذا الكلام، يعني أن الولد يلبس أبويه تاج الكرامة والحلة، فيقول وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. فالولد يشفع لأبويه، لأن الولد ده هو كله كده على بعضه برمته، يعني في ميزان الأبي. طبعا الولد ذكرا كان أم أنثى. طبعا. نعم. يعني ليس لحضرتك ده للناس. شيخنا. لا يا شيخنا. نعم. الولد يعني يكون زخرا لوالديه، وربما هذا الولد يعني أو البنت يعني يقف على باب الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. الله عز وجل يقول لهؤلاء الغلمان الولدان يعني ادخلوا الجنة، فيقولون لا يا ربي حتى ننتظر أبوين. يأخذ الولد بيد أبيه وأمه ويدخل بهما جنة الخلد. فأنا أنصح البنت ابنتنا الغالية الحبيبة الآنسة فرح. نعم. إن هي نعم. طبعا تعتني أو يعتني أبويها بحفظ كتاب الله عز وجل، يجيبوا يشوفوا لها مثلا محفظ أو محفظة يعني تحفظها كتاب الله عز وجل ويحرصوا على ذلك، فهذا هو وقت الحفظ، ده أفضل وقت لأن البنت تحفظ القرآن أو الولد يحفظ القرآن، يعني ده أفضل سن. ليه؟ الولد ذهنه فاضي شاغر خالص، فاضي خالص تماما، وهذا الذهن وهذا العقل سيمتلأ. لكن انت تحب عقل وفكر وذاكرة ابنك تتملي بايه؟ بالاغاني، بالافلام، بالمسرحيات، بالمسلسلات، ولا تحب يمتلأ بكلام الله رب العالمين؟ وكل حرف الولد بيحفظه او الولد بيردده بيكون في صحيفة الاب وفي صحيفة الام. ليه؟ انتم اعنتم هذا الولد على مراضي الله عز وجل وعلى حفظ كلام الله تبارك وتعالى. فهذا الولد كما قلت وكل حرف الولد بيقرأه وكل حرف الولد بيحفظه يكون في ميزان أبويه يوم القيامة. وزيت الجنة. صلى الله عز وجل أن يحفظ فرح وأبناء المسلمين وبنات المسلمين، وأن يرزقنا وياك يا فرح القرآن والعمل به. اللهم أمين يا رب العالمين. أم محمد، مأساة مسألة الزوج الذي يمنع زوجته أو زوجه من أهلها حتى الكلام هاتفيا، يعني هل لو تكلمت مع أهلها دون علمه هاتفيا شيخنا الكريم هل تأثم هذه الزوجة؟ نعم، لا تأثم هذه الأخت، فإن هذا الرجل كما وصفه الله عز وجل قال فهل عسيتم إن توليتم في الأرض أن فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. فلازم لماذا تحرمها من أبويها أو من أهلها عامة؟ يعني ليه؟ سبحان الله، يعني هذا لعل هذا من الوصايا. والله عز وجل يقول الرحم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرحم شجنة من شجن العرش، والله عز وجل يقول الرحم قسم لها الله عز وجل شطرا أو اسما من اسمه سبحانه وتعالى، فالرحم من الرحمن سبحانه وتعالى. فلازم يعني هي لو تكلمت دون علم هذا الزوج لا تأثم، لا تأثم بس بالحكمة.
طبعا عشان ما تعملش نفسها مشاكل برضو لو هو بهذه العقلية وبهذا التفكير. صحيح. نسأل الله الهداية. صحيح. أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا أم محمد، تفضلي. كل عام وأنتم بخير. وحضرتك طيبة، تفضلي. ربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. يا مين يا رب، تفضلي. عندي سؤالين لو سمحت. لو أنا هروح أعمل عمرة، يجوز ان اعمل مثلا كل يوم عمره لو هقدر، ولا لازم يكون بيني وبين كل عمره وعمره وقت معين هناك في ايوه فاهم في المسجد الصناعي؟ ماشي. السؤال الثاني دلوقتي حضرتك الاخت فرح حفظت القران، وطيب انا حفظت ابن القران وهو لغايه مكان في تاني اعدادي وحفظ لغايه سوره التوبه أنا وأبوه. دلوقتي هو سلك التربية والتعليم وصاب الأزهر وخلص وخد كلية واتجوز وخلف. اللي هو بيعمله بعد ما كان حافظ القرآن هيبقى ذنبه في رقبتي أني ولا أعمل إيه؟ ونصحته كتير يعني إن هو يرجع للقرآن تاني. وبعدين وما فيش وظيفة طبعا، وادعوا له ربنا يبعت له يفتح له باب الرزق هو كل المسلمين يا رب، المسلمين جميعا. حاضر. ونسألك الدعاء لهم يا ربنا يفرج الكرب عن كل مسلم ويشتغلوا بشغله بالحلال. امين يا رب. اللهم امين يا امي. ربنا يوسع علينا وعليهم وعلى المسلمين جميعا. ام محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الشيخ؟ ايوه نعم، تفضلي يا ام محمد. لو سمحت يا شيخ، عم اخت زوجي مرضعه ابني من رضع لثلاث رضعات، بتقول انا شك انهم مش اكثر من خمس رضعات بس مش رضعات مشبعات. انت سالتي سؤال زي ده قريب يا ام محمد صح؟ لا ده غيره، انا كنت سامع الحلقه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي، من رضع لثلاثه لكن مش وصلوا لخمسه ومش مشبعات. وفي حين ان بنت اخوها برضو اخوها الثاني رضعت بنته رضعه واحده، فانا عايزه اعرف ان كان ابني وبنت اخو جوزي اخوات في الرضاعه ولا لا. يعني عمت الزوجة هي عمت الولد والبنت رضعتهم هما الاثنين، رضعتهم البنت رضعة واحدة والولد من رضع لثلاث رضعات بس يعني ايه مش مشبعات، حاجة ضعيفة يعني. طيب فكنت عايز اعرف ان كانوا اخوات في الرضاعة ولا لا. حاضر ماشي. فمن ده؟ ام جنى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. لا سمحت يا شيخ، أختي عندها وسواس اللي هو الوسواس القهري ده. ربنا يعافيها ويعافينا. اللهم آمين يا رب. ربنا يعافيها ويعافينا. اللهم آمين. ما تيجي تصلي تقول الله أكبر وبعدين ما تفتكرش إيه، العربي لا ما بتعرفش إيه، بتصلي الظهر أو العصر مش عارفة تقول إيه. ولازم واحد يقف معاها وهي بتتوضى وهي بتصلي. فبالله عليك وريني حاجه ان هي تسمعك الوقت. حاضر، ربنا يعافيها يا رب. يلا من يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم فضيل الشيخ محمد، ربنا يحفظك ومتعك بالصحه والعافيه. امه الله صيدلانيه، شغاله في صيدليه حكومه في الحكومه وعندها صيدليه في شركه دواء، يعني عن طريق المضاربه او المرابحه، بس في وسيط بنك. هي لها الاختيار اما ان يكون بنكا اسلاميا او بنكا غير اسلامي بسعر فائدة طبعا، والبنك هو ضامن حق الشركة وبيضمن حقه بشيكات واوراق وما شابه ذلك. ولكن بعد هذا الاتصال حضرتك تجيب ان شاء الله. استاذة رغدة السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اختنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا مرحبا، تفضل. كان عندي سؤال، كنت سمعت فتوى قبل كده على قناة النبي تقريبا كان مع الشيخ مصطفى، ان واحدة سألته يعني هل يجوز قص الحواجب؟ هل يجوز قص الحواجب؟ بالمقص يعني، يعني على حسب ثاني يعني ان هو اجاز ان هو حسب الضروره او حسب الحاجه. طب يعني بعد ما يعني سالت الشيخ مصطفى جاي تسالينا احنا؟ لا انا ما سالتش، انا سمعت. طيب انا سمعت فعايزه اتاكد فعلا قبل يعني هو انا كده كده منتقبه، بس هل فعلا يعني يجوز فعلا انا سمعت صح يعني؟ يعني لو الحواجب طويلة يعني زيادة عن اللزوم غير مألوف يعني بتنزل على العين بتعمل خيلة أو ما شابه ذلك؟ لا مش نزول على العين أو حاجة. طيب حاضر. ده سؤال. تاني سؤال بعدين حضرتك، لو واحدة منتقبة وبتخرج تحت النقاب ب مثلا بعض الزينة بس ما حدش بيشوفها. لو منتقبة إيه؟ وبيبقى تحت النقاب بعض الزينة. تخرج ببعض الزينة.
طبعا منتقي بما حدش بيشوفها، فبتضع بعض المساحيق حكم دائي. حاضر. وما حدش يعني ان شاء الله ثقه ان ما حدش طبعا بتزين عينيها وكده وبترفع البيشه، فبتبقى عينيها باينه انها حاطه مكياج. لا 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 لا. طيب هو بس مثلا لو رايحه عند اخواتها تقعد معاهم مش عارف ايه كده بس. طيب أمة الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضل. لو سمحت، أنا كان عند زوجي الله يرحمه كان عامل كان في مشروع جمعية خيرية، وهو توفى بعد كده. يعني إيه، كان جاب المشروع عندنا عشان يعمل إيه مكان وخيط ويدي الدخل بتاعه لليتامى ويفتح بيت يعني ناس كده. فهو توفى الزوج. اللهم امين يا رب العالمين. والمكان ده خدوا ناس يعني اصحاب الجمعيه وكده، فتبقى عندي شيء منه من المكان ده، يعني مقص ورجل المكنه، واحنا كنا دافعين ثمنهم يعني وكده. فهل ارجعهم تاني للجمعيه ولا ممكن هو كان عاملهم وقف لله يا امه الله، الله يرحمه؟ هو كان بتاع جمعيه خيريه من الجمعيات الخيريه دي، وكان جابوا عندنا في البيت او جاب ترزي خيط ويدي الدخل بتاعه للفقراء والمساكين. الله يرحمه ويجعله في ميزان حسناته. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم رب العالمين. هو دي الحاجات اللي بتقعد. حاضر. بقيات الصالحات. هو المكان ده خدوه، المكان خدوه اصحابه مثلا، صاحب الجمعيه خد. ايوه نعم. في حاجات بقى ناقصه زي ماكينه، يد ماكينه، مقص، حاجه كده. مقص كده عندي في البيت. تعملي فيهم ترجعيهم للمكنه ولا تستفيدي منهم؟ واضح السؤال يا مطلوب. هتعملهم للفقراء، اصل هو المكن هيتباع خرده بعد كده، لانه بقى محي وحش وخزنوه مكان هيرجع خرده كده. فادفع الثمن ده للفقراء، ولا يعني ارجع المكان لحاجه ثانيه، نفس الحاجه ثانيه. طيب حاضر، واضح السؤال يا اختنا، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، الاخت طبعا طبيبه صيدلانيه، تعمل ايه؟ تتعامل مع البنك او مع هذه الشركه ام لا؟ والله ان كان بنكا اسلاميا فارجو ان لا يكون به باس، لكن انا بس الشيء الذي يعني ارقني هي مساله ان هم بيحطوا فائده، هل الفائده دي فائده ثابته ام متغيره؟ هي قالت ان البنك الاسلامي المده اقل، نعم، وسعر الفائده اعلى، ممكن تكون متغيره، نعم، لكن البنك غير الاسلامي على ما وصفت بيكون المده اطول في السداد والفائده اقل، فكانها اغراءات يعني. فهل تختار البنك الاسلامي ام غير الاسلامي ام تبتعد افضل يعني؟ والله ان استطاعت ان تبتعد فهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. تمام؟ لكن إن كانت هذه الأخت بمثابة مضطرة فلتلجأ يعني أخف الضررين. هم كمان ضامنين حقهم أنهم الراتب الحكومي بيتحول للبنك وهم بياخدوا، نعم، من الراتب اللي هي قيمة الأقساط. نعم. فأنا كما قلت يعني إن كانت هذه الأخت في مثابة إنسان مضطرة أو في مكان مضطر يعني، فلتلجأ كما قلت إلى أخف الضررين وهو البنك الإسلامي في هذه الحالة. إيه نعم. نعم. جزية الجنة شيخنا الكريم. أم محمد العمرة، هل الإنسان لو اعتمر، أسأل أن يرزقنا لكم حج بيت الله الحرام والعمرة، أمين يا رب العالمين، عما قريب يا رب العالمين، وله أن يصنع عمرة كل يوم وهو هناك مسافر في مكة مثلا، وتذهب إلى التنعيم يوميا وهكذا وتعتمر، ثم أم أنها يعني تجلس بعض الأيام 3 أيام أو ما شابه ذلك لتقوم بعمرة جديدة شيخنا الكريم؟ والله أصلا العلماء اختلفوا في مسألة تعدد العمرة في المرة الواحدة، لكن تنزلوا إلى أن الإنسان يعني من الصعب أن يروح إلا بعد مثلا كل كم سنة كده بيروح وكده، فتخفف العلماء في ذلك وقالوا إيه على الجواز يعني في ذلك. فهي لكن برضو الإنسان مش كل يوم يروح يعمل عمرة يعني مثلا خلاها كل يومين ثلاثة مثلا تعمل عمرة، فيش مشكلة فيها يعني. في هذه الحال أرجو ألا يكون به بأس يعني، وإلا فالأصل أن العمرة تكون مرة واحدة، ولكن البعض يعني جوز. أي نعم، العلماء قالوا أصلا بفرضية العمرة مرة واحدة فقط في العمر، تمام، لكن تنزلا كما قلت الإنسان يعني يريد أن يغسل نفسه وخطاياه وذنوبه فبيروح مثلا كل سنة سنتين ولا حاجة يعني. إيه مثلا لو عملت عمرة بهذا على هذا الرأي، نعم، تكون كل كم يوم مثلا؟ كل يومين ثلاثة. كل يومين ثلاثة، مش كل يوم يعني؟ لا مش كل يوم. نعم. هي طبعا ذكرت فرح، ربنا يبارك فيك يا فرح ويجعلك من أهل الفرح والسرور، أمين يا رب العالمين في الدارين. ثم ذكرت ابنها، هي قامت معه مع والده في تحفيظ القرآن الكريم لحد تاني إعدادي، وصل لسورة التوبة ما شاء الله، وبعدين تحول من الأزهر إلى المدارس يعني العامة،
وابتعد عن القرآن وعاش حياته بعد ذلك، هي تنصحه وتقول هل أنا أأثم على ما يفعله الآن رغم أنها أسسته تأسيسا طيبا في حفظ القرآن وفي السنة وما شابه ذلك شيخنا الكريم؟ نعم. وهي يعني تنصحه تباعا. نعم. نعم. أسأل الله عز وجل أن يجزيها خير الجزاء عما قامت به وعما قدمته لهذا الولد. وهي كما ذكرت السائلة الكريمة الأم الغالية أنها دائمة النصح والإرشاد والتوجيه لهذا الولد حتى بعدما كبر وتزوج وأصبح عنده أولاد وأصبح عنده بيت وأصبح بيشتغل في مكان ما، لا زالت تنصحه وتوجهه، فهذا شيء وأمر محمود لها، جزاها الله خير الجزاء. وذكرت السائلة أنها مشكورة جزاها الله خيرا، أسست هذا الولد بأن حفظته القرآن الكريم إلى سورة التوبة. طبعا كل حرف هذا الولد بيقرأه أو كان يقرأه في ميزان هذه الأم. طب هجره للقرآن هي تأثم عليه؟ هي لا تأثم عليه، إنما يأثم الذي حفظ ونسي. هذا من أعظم الناس جرما، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الناس جرما رجل حفظ القرآن ونسيه، قال نسي بعض القرآن أو نسي كل القرآن، لم يتعاهد يعني. لم يتعاهد. وأن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال تعاهد القرآن فإنه أشد تفصيا من الإبل في عقولها. الإنسان الواحد لو مش رابط الدابة بتاعته أو الحصان بتاعه أو أي حاجة بتاعته إيه اللي يحصل؟ هيمشي. كذلك القرآن إن لم يتعاهده الإنسان بالمراجعة وبالترديد دائما فهذا القرآن يتفلق. عزيز. نعم. عزيز لا يبقى في صدر إنسان مهمل أبدا. نسأل الله العافية. تمام؟ كما قال الله عز وجل وإنه لكتاب عزيز. فهي دلوقتي بتقول ان هو دلوقتي الولد ربما نسي كثيرا من القرآن ودلوقتي ما بيش بيتعاهد القرآن مش بيحفظ او حتى ترك الحفظ يعني، فهل هي تأثم على ذلك؟ لا طبعا لا تأثم على ذلك، فهي مشكورة جزاها الله خيرا، انما يكون التوجيه الى سن التكليف، ما بعد ذلك خلاص انت طالما انسان يعني بذر البذر واسس قواعد لانشاء هذا الولد ثم ان هذا الولد شرد خلاص انا قدمت ما علي وقمت بواجبي نحو هذا الولد، ما بعد ذلك ماليش يد فيه. لا تزر وزيرة وزر أخرى. طبعا. نعم شيخنا الكريم، الدعاء له ولنا وللمسلمين جميعا بسعة الرزق. أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يوسع له ولنا في أرزاقنا. آمين. وأن يرزقنا وإياه ومسلمين جميعا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. أم محمد تسأل أن في عمة أرضعت يعني ابن أخيها وابن أختها أو ما شابه ذلك، يعني مرة مش فاكر من رضع لثلاثة بس غير مشبعات، يعني ما وصلوش لخمس رضعات مشبعات، وتقريبا البنت رضعت منها مرة واحدة غير مشبعة أو مشبعة، لكن هل لهذا الولد وهذه البنت اللذان رضع من عمتهما أن يتزوجا؟ والله إن شاء أن يتزوجا فليتزوجا، وإن كان الأفضل الابتعاد، لكن إن تزوجا جاز طالما أن الرضعات ليست مشبعات. بس الكلام أصلا بيبقى يعني ما فيش حد بيقعد يعد عد، يعني أنت عارف حضرتك ممكن الولد أو البنت يرضع في جلسة واحدة خمس وأكثر من خمس رضعات مشبعات. أنا أجيب على السؤال لأن يا شيخنا يقولون المفتي أسير لمن أفتاه أو لمن استفتاه، يعني إن لم يكن بهذه الصورة التي ذكرتها السائلة الكريمة أرجو ألا يكون به بأس، وأن هذه الرضعات ليست محرمة بهذا الوصف. هذا الوصف تمام. جزيت الجنة أم جنى أختي وسواس قهري، بس الحالة يعني ربنا يعافيها ويشفيها ويعافينا وجميع المسلمين، يعني مسألة الصلاة والتكبير حتى الوضوء حد لازم يروح معاها وهي بتتوضى، يعني طبعا بيروح معاها مش عشان يسندها، ده بيروح معاها عشان يقول لا انت غسلتي ذراعك، انت اتمرمرتي، انت غسلتي ايديكي، يعني ان هي مش واثقة هي عملت ايه، وبتزيد وتكرر في الوضوء وغسل الأعضاء وما شابه ذلك. حكم هذه الحالة يا شيخنا وكيف ننصحها شفاها الله وعافاها؟ أسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها، فمن أدوأ الداء هو الداء أو المرض النفسي. نسأل الله العافية. مرض نفسي طبعا معروف أنه ليس له علاج للأسف، إلا يعني إلا أن في حالات هذه شفيت، إلا أن الله عز وجل يتغمد هذا العبد بالعفو، لكن جل الحالات النفسية للأسف الشديد بتودي بصاحبها إلى الهلاك. كثير من بعض الحالات كثير يعني أو في بعض الحالات ممكن يؤدي به الحال أو الأمر
إلى الانتحار. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، وأن يحفظ علينا عقولنا، وأن يحفظ علينا أبداننا، اللهم أمين يا رب العالمين. طبعا حالة الأخت الكريمة هذه حالة تكون متردية شوية أو يعني مغيرة شوية في المرض، يعني أسأل الله عز وجل أن يعافيها. فنصيحتي لها، الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. المفروض الإنسان الشيطان يريد أن يعيقه عن مسيره إلى الله عز وجل، فيبدأ إيه ينغوش عليه، يوشوش، يبدأ يوسوس، يبدأ يعمل. المفروض الإنسان يعمل إيه؟ يدرأ هذا كيد هذا الشيطان بالاستعاذة، كما أخبر الله عز وجل سبحانه وتعالى في كتاب المجيد قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ثم أخبر الله عز وجل في الآية التي تليها قال إنه يعني الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالشيطان يريد أن يحيد الإنسان عن طريقه ومسيره إلى الله عز وجل، فيبدأ يوسوس له. طب المفروض يعمل إيه؟ يطرد هذا الشيطان، لا يسترسل مع هذه الأفكار، لا يسترسل مع هذه الحبال. لأن للأسف موضوع المرض النفسي ده بيجي إيه أو بيشتد على المريض بإيه؟ بأن المريض بيقعد يسترسل مع الأفكار دي، هو بيجي له فكرة يبدأ هو يمشي ورا الفكرة دي، الفكرة دي تاخده في مكان تاني، يبدأ هو يسعى برضه وفي مكان تالت، وهكذا حتى يصبح هذا الشخص مريضا نفسيا. تمام؟ فمرضه أو دواء هذا المريض هو اللجوء إلى الله عز وجل والاستمساك بحبله المتين. فعندما تمسك بحبل الله الغالب لم يمكنه طالب، فهو يقبل تقبل السائلة الكريمة على الله عز وجل، وتبدأ تدرأ كل الوساوس دي. هي دلوقتي دخلت الحمام خلاص تتوضأ مرة واحدة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا جزيت الجنة. نسأل الله أن يعافيها وأن يشفيها. آمين. نواصل بعد هذا الاتصال. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضل. عندي سؤالين لو سمحتم. تفضل يا فندم. السؤال الأول، عندما جاء جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن أمارات الساعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأم ربتها وأن ترى الحفاة العراء والعالة ورعاء الشاء يتطولون في البنيان، ما معنى هذا القول؟ والسؤال الثاني، في الحديث أن أحدكم يجمع خلقه، ففي هذا الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله إلا غيره أن أحدكم ليعمل يعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، أن أحدكم بيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. هذا يعني أن الله عز وجل كتب علينا ندخل الجنة من نحن ومن نحن في بطون أمهاتنا أن ندخلها أم لا؟ حاضر، فمن لا؟ أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤالين؟ تفضل. حكم فطم الطفل في الأشهر الحرم. حاضر. السؤال الثاني، أنا وبصلي ولدي مثلا بيعمل حمام كثير، مثلا بيعمل حمام أنا وبصلي على المصلى، أو لو شلته هو بيصرخ بيعمل علي حمام، فمش عارفة أعمل إيه في يعني الحمام الكثير بتاعه، لو وقع على الأرض وصرخ بقطع الصلاة أنا وبصلي، يعني حكم الصلاة أنا اللي بصليها دي إيه؟ حاضر. طيب لعله يكون الاتصال أخير. أستاذ جميل جمال، السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته أستاذ عمر. مرحبا، تفضل أستاذ جمال. كل سنة طيب. وأنت طيب، تفضل. والله أستاذ أحمد، أنا عندي سؤال، يعني معايا عربية وكنت بدال سوار. أستاذ أحمد. أيوه نعم. معايا عربية وكنت بدال سوار. وقت التلفزيون يا عم جمال. حاضر حاضر. طلعت بالعربية اديتها للسواق، السواق طلع فيه، فجاي مثلا اتصل بيه يقول لي في جزء كاوتش كسره مني، فلما صرخ منه فانا شاكك فيه، ايه الاسلوب اللي انا اعمله معاه؟ انا شاكك فيه انه صرخ الكاوتش دي، لانه كان هو غريب هو الشايل اللي معاه.
معاه شيء غريب وهو سواه غريب. طيب حاضر عم جمال، في امان الله عشان نلحق نجاوبك وما نعملش زي المره اللي فاتت، في امان الله. السلام عليكم. عم جمال برضو اتصل تقريبا امبارح في اخر الحلقه برضو. ربنا يمتعك بالصحه والعافيه يا عم جمال. سريعا سريعا شيخنا الوقت يداهمنا، الاخت رغده، هل يجوز قص الحواجب للضروره؟ لا، نرى يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخبر باللعن على المتنمصات. ان كان هذا القص لعله يعني امر مثلا شيء جوهري في مثلا في حاجب المراه يشوه مثلا من رؤيتها او يشوش على رؤيتها، ففي مثل هذه الحال نعم جزية الجنة. نعم، لكن لو كان بقى للتزين وان هي تقعد تحفهم او الكلام ده طبعا هذا لا يجوز. تمام، لو هي منتقية وما حدش هيشوفها والنقاب محكم وما شابه ذلك وهتحط مساحيق او مكياج للاخوات لما تروح تقعد معاهم كده ولا حاجه، لا هي هتقعد مع المنتقبات بهذا المكياج كما ذكرت يعني. ما تمام. والله يعني الاصل ان الانسان يتستر وان هذه الاشياء تكون في البيت في بيت الزوجي، لكن ان كان الامر فيه احكام وان الامر فيه مع حسن فعلا لن يراك احد ولن تكون هناك فتنه لاحد، ففي هذه الحاله يجوز ان شاء الله. نعم، امه الله الله يرحم زوجها يا رب العالمين، مشروع في اعمال خيريه ويتامى وكده. نعم. وهم خدوا الماكينات، الجمعيه خدت الماكينات، بس باقي مثلا مقبض، ماكينه، مقص، ما شابه ذلك. هل تبيعها وتعطيها للفقراء ام ترد هذه الاشياء للجمعيه وهم يتصرفوا فيها بقى يبيعوها خرده او ما شابه ذلك؟ نعم، تردها الى الجمعيه افضل. تمام. أمة الله، نعم، طبعا الحديث امارات الساعه اسئله سيدنا جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تلد الأمة ربتها، الحديث. هي تريد أن تقف حول معنى هذه الفقرة من الحديث. طيب. شيخنا الكريم، أن تلد الأمة ربتها، ربتها يعني رجل تزوج بأمة، هذه الأمة أنجبت بنتا، هذه البنت هتكون إيه؟ سيدة أمها. دي من علامات الساعة، من أشارات الساعة. الحفاة العراء الجماعة اللي هم ما لهمش أي قيمة، في ناس كده سبحان الله، يعني الله عز وجل يرفع قوما ويضع اخرين سبحانه وبحمده، ناس كده سبحان الله كانوا من سطط الناس، ثم امتن الله عز وجل عليهم بالمال فاصبحوا يشيدون المباني العظيمه، رعاه الشيء يتطاولون في البنيان. هذه الثانيه. الثالثه ايه؟ ان تلد المراه ربتها. نعم. اجبنا عليها. نعم، فات العراه يتطاولون في البنيان. نعم. بعد ذلك طبعا عمر قال في خمس لا يعلمهن الا الله. تمام. في الحديث في الحديث المذكور، يعني هل معنى ان عشان طبعا الحديث طويل، حديث ابن مسعود. نعم. هل المعنى ان الله عز وجل كتب علينا الجنه او كتب علينا النار شيخنا الكريم؟ نعم. نعم، فان السعيد من سعد في بطن امه والشقي كذلك. لكن هذا الشطر او هذا الجزئيه او الفقره هذه من الحديث لما تعني معنى اخر، وهو الانسان الذي يرائي في عمله. ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر كذلك ان العبد يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس. هو ده الضابط، فيما يبدو للناس. يبدو للناس. نعم. لكن هذا العبد فيما يبدو للناس، لانه هو يفعل هذه الافعال مراءه للناس، فيما يبدو للناس، حتى اذا لم يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع يسبق عليه كتاب يعمل عمل أهل النار فيدخلوها. لكن كما قلت الضابط أن الإنسان ده أو الشخص ده أو فيما يبدو للناس، كما قلت يفعل هذا مراءة. نعم. ومضاهاة، ولد أطرب بثنائي وكلام الناس له. نسأل الله العفو والعافية. نعم. أم محمد تسأل عن حكم فطام الرضيع في الأشهر الحرم. يجوز، يجوز لا بأس. نعم شيخنا الكريم، لو الطفل الصغير مثلا وهي تصلي يعني عمل حمام او ما شابه ذلك، هل تقطع صلاتها او لما كانت الصلاه مثلا بال في مكانها، ماذا كيف تتصرف وكيف تتعامل؟ تتصرف كما فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم، انه لما سمع بكاء الصبي خفف صلى الله عليه واله وسلم من صلاته، ثم بعد كده تشوف ابنها عمل ايه. مسألة البلل إن كان تشيله ممكن يعني في بلل هيصيبها، تخرج في هذه الحال تخرج من الصلاة. لكن كما قلت إن كان الولد يبكي مثلا في هذه الحال تخفف من صلاتها، إن كان الولد قد تبول خلاص تقضي صلاتها أو تخرج من الصلاة وتنظر حال الولد يعني. نعم. لعل هذا هو أوعب، حتى في الإنسان يكون خاشعا لله عز وجل.
لكن ما تطولش في الصلاه قوي لو الولد بعيد عنها، من باب الفقه انها تتخفف عشان بالفعل تنظر حاله. نعم. استاذ جمال للمره الثانيه اسال السؤال. طبعا هو في امبارح كان اخر اتصال والنهارده نعم. اخر اتصال. نعم. بس الحمد لله النهارده نعم. ندرك الاجابه ان شاء الله. هو شاكك في هذا السائق، كان معاه شيال وتباع غرب، وادعى كما يقول عم جمال ان الكاوتش بتاع السياره سرق منه وهو شاكك، فما التصرف؟ يعمل معاه ايه؟ والله المفروض طالما انه وكل واعطى السياره لهذا السائق، فالمفروض ان هو عم جمال ادى للسواق ده العربيه بكل متطلبات السياره، فكان في مثلا كاوتشين استبن كما ذكر، والكاوتشين دول سرقوا من السواق، المفروض السواق ده ضامن للكاوتشين دول، المفروض السواق ده يدفع حق الكاوتشين دول، لانه كما قلت في هذه الحال هو ضامن للكاوتشيني، يعني فيدفع يدفع حق هذا، سواء كان سرق او لم يسرق او اتهم او لم يعني يشك فيه عم جمال، هذا السائق يضمن الكاوتشيني، وحتى لو فعلا صادق في كلامه وفي هذه القصه المزعومه، خلاص هو يلزمه هذا. نعم. الكاوتش. نعم. فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبو الصامت الكناني، متعكم الله بالصحة والعافية. نحفظ سيدي. ونفعنا الله بعلمكم. الله يرضى عنك. صلى الله عز وجل يديم علينا هذه المجالس وأن يحفظكم بحفظه آمين. وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمة، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه وأن يشفي مشايخنا فضيلة الشيخ أبا إسحاق الحويني وفضيلة الشيخ شعبان درويش وجميع مرضانا، وطبعا فضيلة الشيخ سامي السرساوي، أسأل الله أن يتعه أيضا بالصحة والعافية وأن يشفيها وأن يعافيها وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا